مرحبا، راح نحضر سمك الفيليه مع الكريمة. بدنا نص كيلو من سمك الفيليه. أي نوع سمك أنتو بتفضلوه؟ 300 مل من كريمة الطبيخ، معلقة كبيرة من الأوريجانو أو الزعتر الناشف، نص معلقة صغيرة روزماري ناشف أو بتقدروا تستبدلوه بالأخضر بالفريش يعني، معلقة كبيرة بودرة بصل، معلقة كبيرة بودرة تومة، ملح وفلفل حسب الرغبة، زيتون معلقتين كبار منزوع البذور، معلقتين كبار بصل أخضر مفروم، فليفلة حمرة حرة مقطعة ناعم، وأخيرا معانا معلقة كبيرة من الزبدة. أول إشي رح نبلش نتبل السمك بالروزماري، الزعتر، نترك شوية من الزعتر للوجه أو لنزين فيه. راح نضيف بودرة البصل والتومة، ملح والفلفل، هلا رح نقلب هاي المكونات كلها مع بعض، يعني نحرك السمك منيح عشان ياخذ الطعمة. بمقلاية على النار حطينا 4 معالق كبار من زيت الزيتون، رح نتركه يحمى شوي وبعدين رح نبلش نضيف السمك اللي تبلناه. هلا رح نبلش نضيف السمك. هلا رح نترك السمك يتقلى منيح عشان نحضر الصوص. بالوقت اللي عم بتقلى فيه السمك عنا احنا رح نحضر الصوص الكريمة. رح ندوب اول اشي معلقة الزبدة، اللي بيحب بيقدر كمان يستعمل سمنة، كمان ما في مشكلة، نفس الشي السمنة او الزبدة. هلا رح نضيف البصل، نقلب فيه منيح، الزيتون، رح نضيف الفليفلة، هلا رح نضيف الكريمة، هلا رح نترك الكريمة تغلي، رح نضيف لها باقي الزعتر اللي هي رشة صغيرة، بس تغلي بنطفي تحتها هيك بتكون جاهزة، أول ما يخلص السمك عنا رح نضيفه عليها. هلا بعد ما تقلى عنا السمك منيح ضفناه فوق الكريمة، رح نقلبهم ونتركه بس يغلي معاه شوية صغيرة أو غلبة واحدة، بعدين بصير جاهز للتقديم. تقدروا تقدموه مع رز أو لحاله. وجبتنا زاكية كتير وسريعة التحضير. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.